وضوح سياسة الدرجات، وضوح سياسة الدرجات يعني ايه؟ ما ينفعش الطالب يدخل ومش عارف المقرر ده كم درجة على الفصلي وكم درجة على النهائي، فهنا لازم يكون اهو هنا في البداية، اهو في البداية زرار ابدأ هنا، او زرار معلومات المقرر، هتلتقى بزرار معلومات المقرر في سياسة الدرجات لازم يكون واضحة، اللي فصلي عليه قد ايه، النهائي عليه قد ايه، اللي لو حل الواجبات عليها قد ايه، لو حل الأنشطة عليها قد ايه، اهو انزل كده لازم يكون عندك الطالب عنده جدول كده، اوريه لك اهو الجدول ده، ده معيار، المعيار ده اهو، المعيار ده اهو بتاع وضوح سياسة الدرجات اهو، لازم يكون كده. لو الطالب حل الاختبارات بتاع نهاية الوحدة ياخد 4 درجات، الطالب حل الواجبات في واجبين عليهم 8 درجات، في نشاطين عليهم 8 درجات، في اختبار اعمال السنه عليه 10 درجات، في اختبار اعمال عملي عليه 20 درجه، في المجموع بتاع الاعمال السنه 50، الاختبار النهائي عليه 50، المجموع 100، لازم يكون واضح سياسه الدرجات للطالب، ده معيار لازم يتحط ويبقى واضح من البدايه. الطالب هيسالك فين؟ انت في مكان وهو في مكان، ده تعلم الكتروني، هو هيقعد يسالك في المحاضره هاخد كام درجه؟ والدرجه دي على كام درجه؟ والاختبار عليه كام درجه؟ ده ضاعت نص المحاضره. فلازم يكون وضوح سياسة الدرجات عشان أعمل هذا المعنى. معلش 5 دقايق وأخلص، أنا بس بحاول بقى إيه أدخل على الحاجات المهمة أهوت. تسلسل وتنوع أدوات التقييم ومناسبات الأعمال المتعلمين التي يجروا تقييمها. أه يعني إحنا ما يكونش عندنا أداة واحدة، ما يكونش عندي اختبار بس، لا يكون عندي اختبار قصير، يكون عندي واجبات، يكون عندي أنشطة، يكون عندي منتديات، يكون عندي اختبارات شفوية. لا عندي يكون مناسبة لأعمال المتعلمين، يعني ممكن أنا أستخدم الواجبات في مثلا الحاجات العملية، ممكن أستخدم الواجبات في مثلا في الأبحاث، ممكن أستخدم الاختبارات القصيرة في التدريبات، ممكن أستخدم الاختبارات النهائية في الاختبارات الفصلية، ممكن أستخدم الأنشطة في الأشياء البراكتيكال أو العملية، يعني تسلسل أو تنوع أدوات التقييم. ايضا توفير فرص متعدده للمتعلمين لقياس التقدم في العمليه التعليميه. ايوه انا قلت لك حضرتك الطالب لازم تعمل له مش كل الاختبارات تقييميه، لازم يكون اختبارات فيها زي اختبار اللي في نهايه الوحده كده، معلش درجات بس بيبين طالبه، بيبين الطالب فاهم الوحده ولا مش فاهم الوحده. مش كل الاختبارات تكون اختبارات تقييميه، لازم يكون اختبارات تكوينيه. تمام. تقييم اعضاء التدريس والموظفين باستمرار. واحد يقول لي يقيموني؟ طيب طبعا، يعني انت لازم يكون داخل المقرر، داخل المقرر اهو، داخل المقرر استبيان كده للطالب، طالب يكون داخل المقرر استبيان، رايك في الماده العلميه، انت فهمتها ما فهمتهاش، الاستاذ كان متجاوب معاك، الاستاذ كان بيجي في الوقت المحدد، كان بيقعد كامل الوقت ولا لا. الكلام ده مش بانتقاد للاستاذ، لا الاستاذ بيقرا الكلام ده، الكلام ده محدش بيطلع عليه الا انت، فانت بتشوف راي الطلبه معاك ايه؟ ايه اللي انت اثرت فيه؟ ايه اللي انت اللي هم كانوا مبسوطين منه فيه؟ يعني مثلا انا هنا عامل حاجتين، عامل استبيانين، استبيان عن المقرر ذات نفسه واستبيان عني انا كاستاذ مقرر اهو. هقفل بديه يا جماعه، هقفل بديت ونخلص عشان تروح صلوا المغرب. هقفل بديت لو انا عندي هنا اهوت استبيان اهو. في استبيان تقييم المقرر وفي تقويم المقرر، اوريك الفرق بين الاستبيانين اهو. ده بحط استبيان للطالب تقييم مقرر الكتروني، يعني بخلي الطالب يشوف المقرر ده اهو يقول رايه فيه، مجموعه اسئله الطالب في نهايه المقرر بعرض له الاستبيانين دولت، لو الطالب دخل كده والدرجه واجابه الطلبه بتيجي عندي بعرف ببدا اشوف ابدا اعدل. والله الوحده ديت ما كانتش انا مصممها كويس، الوحده ديت كذا اهو. التعلم الالكتروني ساعدني على تحسن، باخد كده لو في طلبه كتير قالت لا والله التعلم الالكتروني بقى المحتوى المتاح سهل، سهل عليا دراسه المقرر وفهمه، الواجبات والمناقشات زادت من دوري في العمليه التعليميه، اشوف رايهم في الواجبات والمناقشات، الرسائل زادت من دفعتي نحو التعلم، يعني اهو شعرت بوجود مجتمع الكتروني داخل مقرر، ده تقويم المقرر ذات نفسه، تقويم المقرر. امال لو انا عاوز اشوف راي الطلبه فيا انا بقى كاستاذ وشرحي وشغلي والكلام ده، اعمل لهم استبيان تاني
وده ده ده معيار، معيار موجود تحطه، معيار الزامي، يعني معيار الزامي يا جماعه اهو. لو انا مثلا معيار التقويم المقرر، هقفل بقى بالمعيار ده ومعلش هقفل بيه خلاص، بس ادوني دقيقه واحده بس ظبط اوريك بس شكل الفرق في الاسئله بين ده وده، الفرق بين الاسئله بين ده وده. لو دخلت هنا هتلاقي هنا العبارات موجهه للطالب عشان تشوف رايه في الاستاذ بطريقه يعني مقننه كده وطريقه شيك كده، بحيث ان هي نصل الى معلومه من الطالب حول اداء الاستاذ في هذا المقرر الالكتروني، لان ممكن الاستاذ من 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 اسئله الطلبه مثلا يعني كانت الخطوط الاساسيه المعلومات والمهارات واضحه، واضحه للطالب، كانت متطلبات النجاح يعني مثلا الدرجات واضحه، كانت مصادر المساعده في المقرر يعني الساعات المكتبيه والكلام ده كله، كان تنفيذ المقرر واشياء الطلبه من ادائها متسقه مع الخطوط الاساسيه المقرر، كان عضو هيئه التدريس ملتزما باعطاء المقرر بشكل كامل يعني معايا بشكل كامل، لدى عضو هيئه التدريس الذي يقوم بتقديم المقرر المام كامل بمحتوى المقرر يعني عنده ملم بالمحتوى وفاهم كل حاجه، كان عضو هيئه التدريس موجودا للمساعده خلال الساعات المكتبيه او اللي هي الرسائل بقى ممكن تسمعها الرسائل المكتبيه، المهم يعني بالطريقه دي. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بارك الله فيكم وشكرا لكم، وطبعا انا يعني معلش خدت المحاضره من اول دقيقه لاخر دقيقه كده شرح بدون استراحات، وخليت بقى الاستراحه مع صلاه المغرب، يعني تصلوا المغرب وتستراحوا ويبقى كده احنا خلصنا، وبارك الله فيكم الى اللقاء في محاضرات اخرى، وشكرا لكم جميعا وجزاكم الله خير. شكرا شكرا دكتوره، شكرا بارك الله فيكم والى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.